أعزائي طلبة وطلبات، معكم السلامات فوزي. النهاردة معدنا مع تشابتر 15 من النوبل بتاعتنا تيل اوف تو سيتيز. طبعا بيتكلم على ديومت، وده طبعا ايه المحكوم عليه بالفشل. تشابتر 15 بيتكلم على ديومت، يعني المحكوم عليه ايه بالفشل. A family of tyrants، اللي هي ايه عائلة ايه الطغيان. تشارلز was accused، طبعا تشارلز كان ايه اتهم this time، المرة دي of being an enemy، ان هو كونه عدو of the republic، ضد طبعا الجمهورية. and a nobleman of a tyrant family، يعني ايه واحد من الأسرة ايه الطاغية. the prosecutor اللي هو المدعي العام said that the prisoner، ان السجين was denounced، يعني ايه كان اتهم بي او accused by Ernest DeFarge، Therese DeFarge and Alexander Manette. دكتور مانيت went pale، طبعا شكله كده اتغير. on hearing his name، لما سمع طبعا اسمه. among the people، بين الناس. who had denounced Charles، ازاي طبعا هو اتهم مين؟ اتهم تشارلز. وطبعا عارفين ان تشارلز ده هو ايه زوج بنته في الوقت الحالي. ديفارج was called in to give his witness، طبعا ايه اتنادى عليه عشان يعطي ايه الشهادة بتاعته. he said that he had worked for دكتور مانيت، قال لهم طبعا ان هو كان اشتغل مع دكتور مانيت. when he was a boy، لما كان طفل صغير. then دكتور مانيت was put in prison، ودكتور مانيت كان اتحط او وضع فين في السجن. after many years، بعد اعوام عديدة. the doctor came out of prison، طلع من السجن. and DeFarge looked after him، وديفارج اعتنى ايه بيه. when the revolutionaries، اللي هم طبعا الثوريين. broke into the bastille، اقتحموا سجن الباستيل. DeFarge searched for دكتور مانيت. سو هي طبعا كان بحث عن الزنزانة بتاع مين دكتور مانيت. where he found a paper، وجد ورقة written by دكتور مانيت، مكتوب عليها مين أو كاتب عليها دكتور مانيت. he handed the paper to the president of the court، وده طبعا الورقة دي لمين؟ لرئيس المحكمة. I denounce them and their hires، طبعا هنا هو بيقول لك ان انا اتهمهم واتهم اللي هي الورثة بتاعتهم. دكتور مانيت had written that paper when he was in his cell in the Bastille prison، كان كتب طبعا الورقة دي لما كان في سجن الباستيل. he wrote it to register his story، هو كان كتبها طبعا عشان يسجل قصته. before he goes mad، قبل ما ايه ما يصاب بالجنون. in his paper he said that، وفي الورقة طبعا اللي هو كتبها دي كان قال ايه two twin brothers took him by force to their house in order to examine a very sick woman، كان اتنين طبعا اخوات توأم خدوه علشان يفحصوا سيدة مريضة. the woman's hair was torn، شعر السيدة دي كان ممزق. and her hands were tied up، وديها كانت ايه مربوطة. her brother was lying wounded in a stable، وكان طبعا اخوها ايه عايز يعني يقول ان هو ملقى وهي مجروح. that wounded young man، الشخص طبعا صغير اللي هو مجروح ده، told دكتور مانيل that his sister was married، ان اخته تزوجت to a poor peasant، اتجوزت مين او تزوجت من فلاح فقير. who was killed by the twin brother، اللي اتقتل بواسطة او عن طريق مين الاخين التوام دول. to take his wife، عشان ياخدوا زوجته. for their pleasure، من اجل المتعة. then one of the brothers raped the woman، وبعد كده واحد من الاخوات دول اغتصب السيدة. the woman's father by يعني أبيها died a broken heart hearted، مات طبعا بصدمة قلبية أو صدمة قلبية عليهم. and when the brother tried to defend his honor،
ولما الأخ ده حاول إن هو يدافع عن شرفه and came to fight with the rapist إن هو إيه يتشاجر مع إيه المغتصب he stabbed him with the sword هو طبعا كان طعنه بالسيف the twin brothers were the Marquis of Evermont والتوأمين دول أو الأخوات التوأم دول كان مين عائلة مين Evermont and his brother ومين أخوه The woman died after a while بعد كده طبعا السيدة ماتت بعد فترة and the doctor decided to write a letter والدكتور قرر هو يكتب خطابته the minister لمين للوزير to tell him about that crime عشان يقول له عن الجريمة ايه اللي حصلت the wife of Marcus came with her little son طبعا زوجة ماركس دي جت معاها ايه ابنها الصغير والابن الصغير ده كان مين تشارلز ديرني to express her sorrow عشان تعبر عن أسفها for the girl's family عائلة مين البنت she wanted to help the little sister حاولت طبعا إن هي تساعد الأخت الصغيرة that remained اللي هي كانت إيه باقية but Dr. Manette know nothing about her place لكن دكتور مانيت ما كانش يعرف أي حاجة عن إيه البليز بتاعها اللي هو ايه المكان ليدر واخيرا دكتور مانيت was taken by force دكتور مانيت اخذ بالقوة to the pastel لسجن الباستل and locked in a solitary cell واتحط طبعا في زنزانة انفرادية without an accusation بدون اي اتهامات or even a trial حتى محاكمة the doctor ended his paper والدكتور نهى الورق بتاعته by cursing the Evermond family اللي هو لعن عائلة Evermond to the last of their race the courtroom burst out in fearful roar طبعا امتلأت ساحة المحكمة بإيه بالصوت والزئير يعني when the president finished reading لما طبعا الرئيس أنهى قراءة the letter الخطاب the vote of the jury was against Charles طبعا كل ده كان ضد مين تشارلز يعني ضد صالح تشارلز who was sentenced اللي حكم عليه this by the guillotine in 24 hours تعال نشوف مع بعضنا كده questions اللي معنا تشابتر معانا كده question number one بيقول له why did دكتور مانيت write his secret note طبعا ليه طبعا دكتور مانيت كتب الورقة السرية دي طبعا هنا he wanted to expose كان هو عايز يفضح أو يكشف the crime of the Evermond family عائلة مين Evermond before he went mad قبل ما يتجن He wished that someone would find it after his death. هو طبعا اتمنى ان حد يشوف الرسالة دي او الورقة دي بعد ما يموت and use it against the tyrant family عشان يستخدمها ضد مين عائلة الطغيان. Question number two I write it now in 10th year of my imprisonment for there is no hope of my ever being freed and I fear that I will soon lose my mind comment مين اللي قال الكلام ده طبعا اللي قال الكلام ده this was written in the paper ده اللي كان مكتوب فين في الورقة that Dr. Manette had written in prison اللي كان هو كتبها فين في السجن to expose عشان يفضح مين the crimes of Evermond family question number three Who were the twin brothers? مين هم التوأمين that tortured اللي هم عذبوا the poor family and put Dr. Manette واللي وضع Dr. Manette in prison for 18 years لمدة كام سنة؟ 18 سنة. They were the Marquis of Saint Evermont. هم طبعا كانوا الإخوة اللي هم بتوع عائلة سانت إيفرمونت. Charles' father and his twin brother أخوه طبعا مين تشارلز أنكل يعني تشارلز فاذر أند تشارلز مين أنكل في question number 4 هنا بيقول لي my husband my father my brother who said this لا الكلام ده
اللي قال الكلام ده طبعا the poor woman who was sick with fever in the Evermond house، اللي كانت طبعا عيانة بالحمى في منزل عائلة مين؟ Evermond. question number b هنا بيقول what happened to her father، ايه اللي حصل لباباها؟ her husband زوجها and her brother واخوها. she was raped طبعا هي كانت ايه اغتصبت by the Marquis بواسطة او عن طريق الماركز and her husband وزوجها was killed زوجها طبعا مات و her father died with grief طبعا ابوها او باباها مات بسبب الحزن عليها and her brother was killed واخوها طبعا مات وهو كان trying to defend her وهو بيدافع عنها. question number 5 a crazy young common dog a slave he forced my brother to stab him هو أكبر أخويا إن هو إيه يطعنه. مين اللي قال الكلام ده لمين؟ اللي قال الكلام ده ذا ماركز قاله لمين؟ تو دكتور مانيت، لدكتور إيه مانيت. who were they speaking about كانوا بيتكلموا عن إيه؟ they were speaking about the girl's brother كانوا بيتكلموا عن أخو مين؟ البنت. how was he stabbed him إزاي هو طعنه؟ he broke into The Marquis house هو اقتحم طبعا منزل ماركز with a sword كان معاه طبعا سيف to kill him for destroying عشان يقتله لأن هو دمر ايه his little family عائلته الصغيرة but the Marquis stabbed him to death لكن ماركز ايه كان طعنه ايه موته. question number 6 ماركز when the time counts that your crimes will be answered for I call up on you and your brother the last of your ever race to answer for them مين اللي قال الكلام ده؟ قاله طبعا the poor peasant young man قال الكلام ده لمين؟ to the Marquis twin brother who would pay for the Marquis crimes مين اللي هيدفع للجرائم بتاع ماركز دول؟ the last of the family's descendant اللي هو مين؟ سليل العائلة اللي هو كان مين؟ تشارلز درنين أصغر واحد فين في العيلة. في question number 7 بيقول so that nobleman harnessed يعني هو كان ربطه طبعا بسرج العربية her husband to a cart like an animal ربطه زي حيوان and drove him over the state day after day beating him to keep him moving مين اللي قال الكلام ده؟ قاله طبعا the girl's brother لمين؟ دكتور مانيت قال له مين دكتور مانيت why was the man tortured ليه هو كان الشخص ده بيتعذب to force him to give away his wife for their pleasure عشان طبعا يعملوا ايه يجبروه ان هو يتخلى عن زوجته لاجل ايه جمالها او عشان المتعه ايه بتاعتهم هما. فنمبر 8 I had to and pardon لازم طبعا ان انا اتخلص من عبء myself of the terrible secret اللي هو السر المزعج ده مين اللي قال الكلام ده؟ دكتور مانيت what was the terrible secret ايه هو السر اللي كان تعبه it was how the Marquis and his twin brother ازاي طبعا ماركز واخوه طبعا destroyed a poor peasant family ازاي هم دمروا اسرة فقيرة ريفية. Why did that man do to unpardon himself of the secret? ازاي ليه او لماذا he decided to write طبعا قرر ان هو يكتب letter خطاب to the minister للوزير telling him of the Evermond family crime ان هو يقول له عن جريمة عائلة مين Evermond. question number 9 why did the wife of the Marquis sent Evermond visit Dr. Manette ليه زوجة Evermond زارت مين دكتور مانيت طبعا هنا she felt pity for the dead girl كانت هي شعرت بالشفقة من أجل البنت اللي هي ماتت and wanted to help her family وكانت عايزة تساعد العائلة in order to turn the anger of heaven away from The Evermond family. She also wanted to reach the younger sister. وهي كانت عايزة توصل لأختها الصغيرة
But the doctor couldn't tell here the girl's name or address because he didn't know them. كان هو الدكتور ما قدرش يقول لها طبعا على عنوانها ولا اسمها، لا هو ما كانش يعرفهم. في question number 10 بيقول لي ايه، for I fear if I don't want it Charles may have to pay for his father's crimes coming. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده the wife of the Marquis، اللي هي ايه زوجة ماركز اللي هو تشارلز ماذر مامته، قالت الكلام ده تو مين؟ تو دكتور مانيت. لدكتور مانيت when she came to try to help the little girl، لما كانت هي جت عشان تساعد البنت الصغيرة who remained from the poor family، اللي هي كانت باقية منين؟ من العائلة ايه الفقيرة. Question number 11 what happened when Dr. Manin delivered his letter to the king's court؟ ايه اللي حصل لما دكتور مانيت سلم الخطاب لايه للكينجز كورت اللي هو رئيس المحكمة؟ طبعا he was called out of his house for medical emergency، هو كان طبعا استدعي من منزله لطوارئ طبية. when he went out لما هو طلع he was kidnapped طبعا ايه اتخطف او اختطف and pushed into a carriage واتحط في عربية. he saw the brothers Evermond وهو كان شاف اخوات اللي هو عائلة Evermond one of them was holding the letter he had written to the king's court then he was taken to the prison and thrown into a trestle. وهم طبعا كانوا اختطفوه عشان لما شافوا معاه الخطاب اللي هو كاتبه ورموه طبعا في زنزانة. طبعا الزنزانة دي كانت ايه انفرادية. Question number 12 for this I denounce them and their heirs to the last of their race. مين اللي قال الكلام ده؟ طبعا ده الكلام دكتور مانيت. قالوا لمين او قالوا فين؟ in his letter about the Marquis and his brother. What does the speaker mean by for this؟ طبعا كان يقصد ايه their crimes against the poor peasant family، كان يقصد طبعا جريمهم ضد عائلة مين؟ الفلاح الفقير. What does the speaker mean by them؟ طب السبيكر كان يقصد ايه بيهم؟ the Marquis and his twin brother، كان يقصد طبعا ماركز وايه والتوأم أو التوامين الأخوة. Who are the people included under the phrase the last of their race؟ اللي كان يشمل الكلام ده هو تشارلز ديرني طبعا and his little daughter وبنته الصغيرة. Question number 13 this by the guillotine in 24 hours comment. اللي قال الكلام ده this was said by the president of the court اللي اتقال بواسطة مين؟ رئيس المحكمة after reading the Dr. Manit's letter بعد ما قرأ طبعا الخطاب بتاع دكتور مانيت and taking the opinion of the jury وخد رأي طبعا الجري he sentenced Charles طبعا هو سأل تشارلز ديرني to be killed يعني by the guillotine in 24 hours. طبعا ده الكلام كله اللي كان موجود معانا على التشابتر. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. Thank you. Goodbye.